زوفي انفينتا. زوفي في فصل الشتاء. در فينتا هو فصل الشتاء. حرف جر إيم نستخدمه مع الفصول وشهور السنة. زوفي ليبت إن أينم كلاينن دورف، يعني زوفي تعيش في قرية صغيرة. داس دورف وهي القرية. زي هات بلاو أوغن أند بلوندو هاغ، يعني عندها عيون زرقاء وشعر أشقر. دي أوغن هي العيون، بلاو هو اللون الأزرق. بلوند يعني أشقر. دي هاغ وهو الشعر. زي أبايتت ألس كرانكن شفيستا، تعمل كممرضة. دي كرانكن شفيستا وهي الممرضة. دي كرانكن بفليغا وهو الممرض. إس إس فينتا، إنه فصل الشتاء. دي فينتا هو فصل الشتاء. أند هويت غيغنتس شتاك، يعني واليوم تمطر بغزارة. هويت يعني اليوم. إس غيغنت يعني إنها تمطر. شتاك معناها في هذا السياق بشدة أو بغزارة. زوفي وقت فخي أوف، يعني تستيقظ زوفي باكرا. أوف وخن فعل منفصل معناه استيقظ يستيقظ. فخي يعني مبكرا. und hört den Regen، وتسمع المطر. der Regen هو المطر، هنا في أكوزاتيف لأن الفعل hören هو فعل بلوس أكوزاتيف. sie steht auf، تنهض. aufstehen عندما نعبر عن نهوض من السرير، يعني تنهض من السرير. und geht zum Kleiderschrank، وتذهب إلى خزانة الملابس. der Kleiderschrank وهي خزانة الملابس. حرف جر تسو دائما نستخدمه بلوس داتيف. تسوم هي تسو بلوس ديم، ديم هي دير في الداتيف. زوفي وايس داس زي زيش وام انت سين موس، تعرف زوفي. وايس هو الفعل فيسن، يعني عرف أو علم أنها يجب عليها أن ترتدي ملابس دافئة. زيش أنسين فعل معناه ارتداء الملابس. فا يعني دافئة. داس رابطة من الروابط مهمة جدا في اللغة الألمانية، عند استخدامها نضع الفعل في آخر الجملة. موس هو الفعل موسن، هو من الأفعال المساعدة، معناه ينبغي أو يجب أن. زيت سيت أينن بولوفا أينن مانتل هاندشوه زوكن ونتورنشوه أن، ترتدي كنزة. دير بولوفا وهي الكنزة. معطفا دير مانتل وهو المعطف. قفازات دي هاندشوه وهم القفازات. جوارب دي زوكن وهي الجوارب. وحذاء رياضي دي تورنشوه وهو الحذاء الرياضي الذي ترونه في الصورة. زي نيمت أوخ أينن غيغن شيرم ميت، يعني تأخذ معها أيضا مظلة. دي غيغن شيرم وهي المظلة. ميت نيمن يعني أخذ معه أو جلب معه. أم تخوكن تسو بلايبن، لكي تبقى جافة، يعني تبقى غير مبللة. بلايبن يعني بقى يبقى. تخوكن يعني جاف، يعني تصف شيء ما غير مبلل. ناس صفة معناها مبلل، وتخوكن ضدها يعني جاف. أمتسو نستخدمها للربط بين الجمل، تعني لكي. نخ أينم لانغن أربايتستاغ إم كرانكن هاوس، بعد يوم عمل طويل في المستشفى. ناخ حرف جر يكون دائما بلس داتيف معناه بعد، يعني بعد شيء ما. در أربايتستاغ يعني يوم عمل، تتكون من كلمتين. در تاك وهو اليوم. دي أربايت وهو العمل. لان صفة معناها طويل، عندما تصف شيئا ما أنه طويل. داس كرانكن هاوس هو المستشفى. فيرت زوفي نخ هاوز، تذهب زوفي إلى المنزل. الفعل فاغن تستخدمه في عدة سياقات، من بين استخداماته عندما تقصد أنك ذاهب إلى مكان ما
بواسطة وسيلة نقل سيارة قطار إلى آخره. حرف شرناخ نستخدمه في سياق الذهاب إلى المنزل، يعني نخ هاوز. مع هاوز يعني عندما تعبر أنك ذاهب إلى المنزل تستخدم حرف جرناخ. إيغو موتا هات أينو فارمو زوب جيكورت، يعني أمها قامت بطبخ حساء ساخن. دي زوب وهو الحساء، جيكورت هو الفعل كوخن هنا في الماضي. زوفي أند إيغو موتا زيتسن زيش أن دين تيش، يجلسون زوفي وأمها على الطاولة. هنا حرف جر أن بلوس أكوزاتيف، لأننا عندنا الفعل زيش زيتسن هو فعل حركة، يعني يكون الشخص واقف مثلا ويقوم بالجلوس. أند إسن تسوزامن ويأكلون سويا. نخدم زي جيجيسن هابن بعدما أكلوا. جيجيسن هو الفعل إسن في الماضي يعني أكل. نخدم رابطة من الروابط تعني بعدما، يعني بعد شيء ما سوف يحدث شيء آخر. شتيت زوفي أوف تنهضو زوفي. زي موس نوخ أين كوفن جين، لا يزال يتعين عليها الذهاب إلى التسوق. أين كوفن جين يعني الذهاب إلى التسوق. زي فراكت إيغو موتا فاس زي براوخن، يعني تسأل أمها ماذا يحتاجون. الفعل فراغن يعني سأل يسأل، براوخن فعل معناه احتاج يحتاج. أنت شخايبت أينو أينكوفس ليست، وتكتب قائمة المشتريات. دي أينكوفس ليست وهي قائمة المشتريات. دانجيت زي تسوم سوبر ماركت، ثم تذهب إلى السوبر ماركت. ديا سوبر ماركت. زي كوفت فايسو بونن وند لينزن، تشتري الفاصوليا البيضاء والعدس. فايسو بونن وهي الفاصوليا البيضاء، دي لينزن وهو العدس. فايل زي جوت فور دي زياست سايت زيند، لأنها جيدة لهذا الفصل. دي ياست سايت وهو الفصل. أو سردم كافت زي أوخ يعني بالإضافة إلى ذلك. أو سردم يعني بالإضافة إلى ذلك. تشتري أيضا غايس بوتا فلايش وند أول، الأرز دي غايس، الزبدة دي بوتا، اللحم داس فلايش، والزيت داس أول. زي كافت أوليفن أول und auch Sonnenblumenöl. تشتري زيت الزيتون وأيضا زيت عباد الشمس. Das Olivenöl زيت الزيتون. Das Sonnenblumenöl زيت عباد الشمس.